سنغتنم هذه الفرصة سنقول لكم رمضان كريم لكم ولجميع المسلمين والمسلمات، والله يدخلوا عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وراحة البال بإذن الله. وخصوصا الساكنه ديال مدينه خريبكه اللي تنشكرهم وتنحيو فيهم تبارك الله عليهم روح ديال الوفاء وتعاملهم مع الطبيب مزيان. وتنغتنم هذه الفرصه باش نشرح لكم ونهضروا على الموضوع ديال المراه الحامل ورمضان. كنا هضرنا عليه العام اللي فات والعام اللي قبل، وما فيها بس عاوتاني نذكركم بان لان الذكرى مهمه في هذا الموضوع هذا. الوغ المراه الحامل ورمضان كاين ثلاثه تاع الفترات، كاين الفتره الاولى، الفتره الثانيه، الفتره الثالثه. اشنو هما هاد الفترات؟ كاين الفتره الاولى هي 3 شهور الاولانيه، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، هذه هي الفتره الاولى. والفتره الثانيه هي الشهر الرابع والخامس والسادس، والفتره الثالثه هي السابع والثامن والتاسع. علاش فرقنا هاد الفترات؟ لان هاد الفترات مختلفين وتختلف فيهم واش المراه خصها تصوم او لا ما تصومش. الوغ بالنسبه للفتره الاولى اللي هي الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث، تنقولوا ان يستحسن ما تصومش، خصوصا الا ما قدرتش تحمل رمضان وكان الجو حار بزاف بحال هاد الايام هذه، لان هذيك الوقيته الطفل تيكون في حاجه ماسه المواد التغذيه وجميع الفيتامينات والبروتينات والكلسيدات. اذا الا كانت غادي تصوم هاد السيده هادي وغتادي الصحه ديالها وبالتالي غتادي الصحه ديال التربيه، يستحسن انها ما تصومش. بالنسبه للفتره الثانيه ماشي مشكل، انا تنقول لهم يقدر يصوموا، ولكن الا حسوا بان النهار تيدوز عندهم صعيب بزاف وانهم غير تيديروا واحد المجهود كبير باش يساليوا هذا النهار، فبالتالي كيولي واحد الضرر كبير على التربيه، وهذا تنطبق قصي على الفتره الثالثه. وباش نتجنبوا باش يكون شي مشكل بلا السيده مسكينه ما تحسش ان كاين مشكل، يستحسن تكون واحد المتابعه في الفتره الاولى وفي الفتره الثانيه وفي الفتره الثالثه. كنراقبوا فيها النمو، تنراقبوا فيها الماء السقيه واش كاين بكثره، وكنراقبوا فيها دقات القلب ديال التربيه واش غاديين بطريقه منتظمه او لا كاين شي مشكله. وبالتالي كنعطيوهم تحاليل وكنعطيوهم ادويه تنساعدوهم باش ان هاد الفترات هادو كلهم يدوزوا في احسن ما يرام. هذا بالنسبه للمراه الحامل اللي الحمد لله ما عندها لا مرض ولا حتى شي حاجه. كاين بالنسبه للمراه الحامل اللي عندها مثلا توام، هذه راه باينة انها ما خصهاش تصوم، لان هذه اكيد الى صامت وخصوصا في هذه الظروف الحاليه غادي يكون تاثير قوي على التوام. وبالنسبه للسيده اللي عندها سكر طالع لا ديابيتيك، او للسيده اللي عندها لا طونسيون طالعه، او اللي عندها مشكله في القلب ديالها، او للمشكله في التنفس، هذه بيان سور رمضان تيولي خطر اكثر ما هو فائده، لانه هو رمضان هو شهر الصوم هو شهر العباده، هو مزيان حتى بالنسبه للصحه ديالنا، ولكن بالنسبه للمراه الحامل تيولي غيسبب لها واحد المشكل كبير جدا. اذا تنقول لكم اخواتي ان يستحسن قبل ما تبداو تصوموا يستحسن تجيو ديروا واحد التشخيص، واحد الكونسلطاسيون، تنشوفوا لا طونسيون، تنشوفوا التحاليل، تنشوفوا الحاله الصحيه ديال التربيه، تنشوفوا شحال ديال السيمانات عندكم، وبالتالي تنحددوا واش الصيام ما فيش ضرر او لا فيه ضرر. وبهذه المناسبه كنتمنى المتتبعي خريبكة 24 بالشكر الجزيل، وكنتمنى لكم رمضان كريم باذن الله، والله يدخلوا عليكم بالصحه وراحه البال والسعاده، وشكرا جزيلا. السلام عليكم.